ازيكم حبايبي عاملين ايه النهارده بنتكلم عن تسريبات الحلقه ال 15 من مسلسل مجاريح خالد بيحقق في القضيه بتاعه اختفاء نعمان وبيروح على بيت مشعل وبيكون شاكك في الجميع اللي موجود هناك لان اخر مره كان موجود هناك لما بيسال على غنيمه مش بيلاقيها لا هي ولا حنان علشان كده بيروحوا على طول على المزرعه لما بيعرفوا ان حنان وغنيمه موجودين هناك في المزرعه وبيروح لصابت خالد وبيكون عايز يحقق مع غنيمه وكمان حنان وساعتها بتقول انا متهمه في ايه وبيقول لها ان نعمان اختفى وانت متهمه بقتله مش انت بس انت وجميع اللي موجودين في البيت وبتكون صدمه قويه جدا لغنيمه وكمان رجوع للماضي وبتكون معاها حنان اللي بتتفاجئ وبتتوتر وكمان بتكون معاها منيره وهنا بيبداوا يحققوا وحاطين صور كل اللي موجودين في البيت ماجد وغنيمه وحنان وبدريه وعبد الله وكمان غنيمه وبيحققوا في الموضوع ومين ممكن يكون ورا اختفاء نعمان لأنه أكيد يكون اتقتل أما أم عن غنيمة فلاش باك لورا كانت موجودة هناك في المزرعة وكانت بتحرق الجثة بتاعت نعمان بالشكل ده علشان تخلص من التهمة لكن أصابع الاتهام بتشير ليها تاني وبتسترجع أيام زمان من ستة وتلاتين سنة لما اتهمت بالكذب وبالزور إن هي قتلت مرات جوزها وبتروح على السجن على طول وبتشيل عن حنان التهمة وبتجي ترجع تاني ذكرياتها الوحشة تراوتها وهنا وهما بيحققوا معاها وبتقول لهم إن هي ما عملتش حاجة وبتدافع عن نفسها هل ممكن يصدقوها ويخرجوها ولا لأ؟ لكن لحد دلوقتي هي لسه في نظارة وبيتم التحقيق معاها ومع كل اللي موجودين في البيت الفيديو بيخلص وفيه اتكلمنا عن أهم أحداث الحلقة الخمستاشر من مسلسل مجاريها رب الفيديو يكون عجبكم وأشوفكم على خير في فيديو تاني باي باي